بعد الرياضة بعد ما يبيله الواحد يموت من اليوع، ولما يموت من اليوع يشتهي ياكل أكل حلو، والأكل الحلو ما يطلع إلا من إيد فنان، ومن الفنان أكيد الشيفات اللي موجودين عندنا. تابعونا. فواز هلا. ايش طابخ؟ ترى ميتة من اليوع يعني. شغلك راح تعرفين بعدين، انت راح تذوقين وبس الحين. اسمعني يا يعني من جسكي ميتة من اليوع، تدري على طلعات البحر شو تسوي الواحد؟ الحين عرفتك هذا جسكي؟ لا خلصت وضبطت نفسي ويا يا اكل. عصري الليمونه خلصيني يلا. يلا اوكي. عاد تدري شو يقول لك؟ شو يقول؟ يقول لك لما واحد يكون لاعب رياضه شيء ويصير ميت من اليوع يصير تشهى. اوكي. ما يصير يبي ياكل الا من اكل يعني محترف. انا يبيك اكل محترف. اعصر لك وين عصر الليمون؟ هني برا هني عصر. لا والله جد. لا هني عصريها يلا. اوكي. فيقول لك انزين. زين اللي يعصر يعصر بالبذر كذي؟ ها لا. زين. زين. كملي ايه. فيقول لك لما واحد يكون يعان. حلو. يصير شيء يعني يقول لا ابي عادي يعني يصير يبي ياكل الاكلات اللذيذه. ومن اللي يسوي الاكلات اللذيذه؟ منو؟ لازم يكون شيف. انا مو شيف. ها تمساح. إيه التمساح ممكن بس مو شيف. ليش؟ لحد الحين. زين ليش التمساح ومو شيف؟ لأني لحد الحين ما عندي الخبرة كافية إني أقول عن نفسي أو أطلق عن نفسي شيف. الشيف شيء ينعد هو رئيس المطبخ، هو عنده خبرة سنين، ممكن يكون دارس، ممكن تكون خبرته في مطابخ وايد. لحد الحين أنا أشوف نفسي ما عندي الخبرة هذه عشان أركض وأقول عن نفسي شيف. زين أنا ودي أسأل التمساح. سلي. التمساح هذا شنو قصته؟ أنا لما سمعت تمساح خفت صراحة. زين التمساح أول شيء أنا في ماركة معينة. زين بعد عصر شيء ولا؟ بس تمام خلاص قطي لا لا خلاص. زين. في ماركة أبيك تذوقين هذا وهذا. والله عاد ميت مليوع صراحة ما عندي مشكلة. وأنتي قاعد تذوقين وهذا الدب مالك. أوكي. دبدبي على كيفك على ما خلصتش الأكل اللي جاية الحين. زين قول لي سالفة التمساح. التمساح أول شيء كان عندي واحد من الطباخين الله يذكره بخير ابراهيم، الحين صار ما شاء الله شيف بروحه له شغله الخاص او شيف حق 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 مكان حق حق شركه تجهيزات. كان يقول لي شيف لما يصورني بالانستغرام وكنت شلون والله قمسيها قمسيها. هذا شنو انزين؟ انزين طعمه غريب نقدس الحين هذا يعني؟ هذا الحين هذا ما ابغى طعم دياي. انزين لا مو دياي هذا اللي بيدك خلينا نشوف. هذا بلوح حبول بلوح مال السمك. لا والله والله واقصامات البطاط. زين يمكن ما احبه. عاد انت على قولتهم انت وياه تصطفلين. الصوص ليش حار؟ مو حار حار صدق؟ حراق صدق؟ من صدق الصوص وايد حار. زين يلا مسحي ما فيني لا ما فيني لا ما اقدر اكمل الصوص حار. إيه انا ولعت. كملي انا مو مشكله. اقدر اخذ نقد ثاني؟ اي اخذي النوع الثاني. انت اخذتي مساع من هذا صح؟ ايه. زين جربي الثاني. لحظة في ما سويت عليه. في تقميصة غيرها في تقميصة غيرها جربي. لا ما بيزي. لا لا هذه غير غير. هونت. ايش فيها ايش فيها ترى جربي. شوي ولعت. ابي ماي ابي شيء. ماكو ماي ما عندنا ماي ما عندنا شيء بالمرة. كملي. تعال. ادر او انزين ذوقي ذوقي. لا هذه وايد احلى. اي هذه مخ. هاي مخ؟ هذه مخ. يعني الحين اليوم بدعت فيني صراحة فواز. بس شكلك ما شاء الله عليك تستحملين يعني الدقات عادي ما عندك مشكلة. أنا عيوني دمعت أصلاً. إيش بنسوي؟ بنسوي كسدية على السريع. وبنحط فيها الحمى هذه اللي مساعة وريتك إياها. أوكي. على الطرف كذي. طبعاً النار شوي واضحة. أول شيء خليني أقول المخ وايد طعمه حلو. بالعافية. ما توقعت إن طعمه المخ. في ناس يسمونه نخاعات، في ناس يسمونه مخ بس. يعني صراحة مقلب بس مقلب. طلع تمام. عاد انت عاد يو باس تراوند ها اعطيها سوي المقلب بحد ثاني كنا خبزتنا احترقت خلنا نتاكد سوي المقلب بحد ثاني ها المفروض سويها سويها بشاي الضحى. انا قالوا لي انك راح تسوي فيني مقالب. اوكي انزين بس ما توقعت صراحه شيء. ما صار شيء. شو ايش تعوه حطي الجبنه لو سمحتي عليها. ايوه غطيها نو كلر نو تيست ما يبين معناته حطي اي 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 بعدنا بشويه بس هي كنا احترقت انت يعني تاكلين محترق عادي صح؟ انا الحين جوعانه. حلو يعني راح اكل كل شيء حتى هذا باربيكيو صوص شويه حتى الفلفل اكلته. تمام حلو راح ناخذ الحين حط بس كفايه بس كفايه. زين فواز ما ابي ادود هيك يعني بس بسولف معك. قولي زين شوف اللون حلوه. متى بلشت طبخ؟ صار لي تقريبا يعني طبعا من امريكا. انا كنت عايش بامريكا فتره طويله بالدراسه وما جيت الكويت كلش لمده تقريبا 11 سنه ما شاء الله عرفتك. ومن هناك بلشت معي الشغله هذه.
اقعد. ما ضبطت. ايوه ضبطت. شوف اللون، شوف اللون، شوف اللون. حلوه صراحه، محمصه. اوكي انزين، بقى احمصها من الصوب الثاني وخلط خلص. على طار الصوص، المقلب اللي اعطيتني اياه هذا شنو هو؟ هذا مو مقلب، هذا الله يسلمك نوعين من الفلفل، واحد اسمه الجوست بابر، ينعد من ثالث او خلينا نقول فلفل الشبح. أيه؟ ثالث احر فلفل بالعالم. وفي بعد شغله اسمها افتر ديث، بعد الموت، ماركه معروفه حق يعني انا الحين مت وصحيت. بالضبط، انت ايش تحسين؟ بالعكس الحين صح صح في عدل. صح صح تشتشتي. انا كنت جاي عندي اسئله. حلو. بسالك اياها. نسيت كل الاسئله. حلو. نسيت كل الكلام، حتى احس اني شبعت. لا لا الحين راح ناكل، راح نجرب الصوت الثاني. الصوت الثاني ما في شيء. انزين هي شنو اسمها؟ جت قوزي. جت قوزي، خليتها من جت السكي، خليتها جت قوزي. ظهر الجت مش قوزي. مش قوزي. مش قوزي. مش قوزي. الظاهر للحين مأثر عليه البحر. بالضبط، الفلفل اللي يأثر عليك. الفلفل خلاص ثاني. أيوة. شنو هو؟ شنو هي اسمها؟ مش قوزي عبارة عن دمج المشبوس مع القوزي. من الأكلات اللي سويتها على كتب الحاجة أم الاختراع. أنا ما كنت أقدر أسوي قوزي بالبيت لأنه كان 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 ياخذ كل شغلي، يعني يوقف شغلي، فاضطريت اسوي مشقوزي، وهو اني اسوي مشبوس بس اللوك ماله والاحساس ماله احساس القوزي، احساس يكون اي يكون سهل الطبخ. مو مساله سهل، بس انه اي سهل علي انا حق المطبخ. إيه؟ الحين صاروا شركات يسوون المشقوزي ويدعون انهم مبتكرين المشقوزي، هاي المشكله. يعني الحين انت سويت الاكله وانتشرت، انا فلفل وصوص ما راح اكل. زين خلاص هاي بروحها. اي لان ما راح اكل صراحه. لأن بعد الموت وقبل بس الموت. هذا ماكو موت بنت الحلال. موت المفاجئ. لا هذا مو موت المفاجئ. إذا أنا سمعت، أنا راح أفوقها، بس أنا سمعت حل. إن أنت وايد عصبي وقت الطبخ. ما أعرف طباخ زين فترة من فترات حياته، خصوصا إن الشغل هذا كله بويها. يعني نكمل كلنا على راحتنا. بس لا 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 لا